بينو حتى حاجه شعل في تجا شعل في العافيه في ولد عمي وشعل انا في التمن انا ناعس ما عليا ما بيا حتى كتسمع الغوت واحد الدري ولد عمي عيط ليا فلان فلان خرجت ما نطلقيت العافيه شعل عدي وشعل عدو سميتك احتت لي وقا اخويا الله معش العشرة تقريبا العشرة العشرة ونص العشرة وثلث عشرة ونص تقريبا انت كتسمع الغوت الضاجي ديال الغوت عيط لي واحد الدري ولد عمي وفلان فلان خرجت تلقى العافيه على قال لي العافيه شاعله خرجت لقيت العافيه شاعله عدي وعدو هاد السيدي دار العمله ما فهمتش حنا في بلاد الدوله القانون و ما فهمتش والله ما فهمت حاجه في هادشي طلع لي 1000 ديال التبلي ضاعت لي انا والدري ولد عمي تو ضاعت لي شي 900 ولا 800 بهي مات راهم قلعتهم قلعتهم فما قلعتهم كان غتشعل فيهم العافيه الشجر راه هو تو راه مشى شحال من عام وانا باش كتسقيه ملي وصلت جا المجرم جا دار هاد العمله مع الدي بين وبين تحت هو الدوار زال بقى الا جا دار مي داروا التحريات ديالهم عمر المحضر والصباع عيطوني نمشي نلحقوا عليهم كطلب من المسؤولين والدوله احنا في بلاد في بلاد القانون بغينا المسؤولين جدرمية داروا خدمتهم الله يجازيهم بخير صحاب المبون بيا داروا خدمتهم الله يجازيهم بخير تصحوا والعافية ها هي بقى شي حاجة غادي قريبة تكمل جدرمية عمرو الميلف ديالهم داروا خدمتهم ما بقى والو شعل لك في المحل في الدراري دابا جدار من المعروف عندهم 60 ملف